السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. نواصلوا في الفيديو الثاني اللي نتكلموا فيها حول فكرة الله وفكرة الرب عند الإنسان، وعرفنا في الفيديو اللي قبل هذه إن هذه الفكرة أو معناتها هذوما الفكرتين جايين من واقع ملموس عاشوا الإنسان وما زال يعيشوا، عندما شاف أنه هو يتولد ويظهر من أمه، وعندما شاف أنه هو اللي يصنع الحاجة جاته فكرة الخالق أو الإله أو الصانع، وعندما شاف أن هناك أب مشرف عليه ورب مسؤول عليه، يعني في العائلة أو في المجتمعات أو في عالم الحيوان، افهم أن هناك رب أيضا لهذا الكون. ومن هنا فهمنا اللي الفكرتين هذم في الأول كانوا فكرتين يعني منفصلين، يعني إله خالق أو صانع وإله مسير ومشرف، يعني هذا خلاصة الفيديو الأول. في الفيديو هذه باش نحاولوا نواصلوا في نفس الاتجاه ونفهموا هل هذه حقيقة أم مجرد تخيلات بشرية، يعني أصل فكرة الله وفكرة الرب تنبع من واقع موجود وملموس وحتى واحد من الجم ينكره، ولكن هل تطور هذه الفكرة تطور سليم أم إنه تخل فيه الخيال والتصورات الإنسانية والمصالح الإنسانية من أجل جعل هذه الفكرة نوعا ما خيالية، كما مثلا فكرة التنين أو الحصان اللي يطير، ولا مثلا عروس البحر اللي ركبوا نصف إنسان ونصف حوتة ثم بداوا يبنيوا عليها المخيلات متاعهم وجعلوها حاجة نجم نقولوا خيالية بعيدة كل البعد على الواقع. المهم الفكرة توا احنا عرفنا ان في الكون هذا اللي احنا عايشين فيه كل حاجة جاية من حاجة، هذا واضح وباين، ما فماش حاجة هبطت هكاك، يعني اي حاجة تاخذها في الكون هذا سواء انسان سواء نبات سواء حجر الا عندما تجي تدرسه تلقاه ان فما حاجة اخرى سبقته، يعني النجم نقوله كل مقدمة عندها حاجة مؤخرة هي اللي اوجدتها. احنا ما نحاولوش باش ندخلوا في فلسفة على خاطر نحبوا نتكلموا بطريقة بسيطة جدا، ولكن اللي حبيت نقوله هوني اللي ما فماش حاجة ما عندهاش مقدمة هي السبب في وجودها، هذه مسألة واضحة وبينة ولا نقاش فيها، معناتها حاجة معلومة، معناتها أي إنسان يعرفها، هذه حاجة. الحاجة الثانية أن كل حاجة في هذا الكون يعني كي تجي تشوف تصير على قوانين معينة، وهناك نوعا ما نوع من التوافق والانضباط، فهمت؟ ما نجمش نقول يعني قانون 100% معناتها محدد، ولكن تمشي وتتطور وتتبدل وفما كأنها يعني طريق تصير فيه باش توصل لنتيجة معينة، يعني ما فماش حاجة يعني تجيها هكا تظهر ومن بعد تتطور بطريقة عفوية وبطريقة غير معناتها ما عندها حتى أساس من المنطق. عندما نشوفوا أي حاجة يعني تبعد على هذا المنطق أو تبعد على هذا النظام الموجود أو المسير نلقاها تضيع وتنتهي ونقولوا احنا تضمحل، فهمت؟ يا اما تمشي على الطريق اللي هو معناتها موجود ضمن كل الكائنات، يا اما تضمحل وتنتهي ولم يعد لها وجود، كما راينا عده اشياء سوى حيوانات سوى نبات سوى انواع من الاشياء لم يعد لها وجود. اذا هوني اللي حبيت نوصل له من الفكره هذه ان هذا معناتها واقع حقيقي، ولكن التخيلات البشريه جعلت منها نوعا ما خرافيه وابعدتها كل البعد على الواقع اللي هو موجود فيه. احنا باش نحاولوا نتكلموا معناتها بصفه منفصله على فكره ما يسمى الصانع او السبب والسببيه، يعني الاسباب اللي ادت الى ظهور الشيء
وعلى المسير كل واحدة باش نتكلموا عليها وحدها، ثم باش نحاولوا نجمعوا من بيناتها ونشوفوا هل هناك ربط من بيناتها ولا ما فماش. المهم احنا تو باش نتكلموا على إطار الكون بصفة عامة، ماناش باش نتكلموا على إطار الأشياء اللي موجودة في الكون اللي بالدليل والمنطق والملاحظة الإنسانية أثبت أنها معنتها هناك مقدمة لوجودها. أي شيء في الكون مهما كان له مقدمة لوجوده وعنده قوانين يسير عليها معينة. نبدأ بفكرة ما يسمى الخالق أو الصانع أو الواجد، معنتها شهمنا في الأسماء وإنما نتكلم على الأصل. الأصل هناك ثلاثة أفكار أساسية عند البشرية. الفكرة الأولى تقول إن المادة، ما يسمى بالمادة الموجودة الآن، هي نتيجة مادة أخرى من قبلها. يعني كيما مثلا نشوفوا الإنسان يتولد، هذاك الإنسان اللي يولد تولد زاد من إنسان آخر، ونبدأ ونمشي حتى لنوصلوا للمادة الأصلية الأولى اللي هي بحد ذاتها نبعد من مادة أخرى. فهمت؟ يعني الكون هذا يمكن أن يكون معنتها توجد من كون آخر اضمحل، وهذا الكون ظهر من كون آخر. هذه هي يعني افتراض. يعني المادة تعتبر اللي موجودة الآن والكون هو أزلي، ولكن الكون الذي موجود الآن ليس هو الكون الذي موجود قبل 15 مليار سنة أو قبل 30 مليار سنة أو أكثر من ذلك. يعني هذا النظام اللي موجود في الكون هو نفسه، يعني هذا المادة هي نفسها، ولكن تأخذ أشكال مختلفة وتتطور وتتبدل، وهذا العالم أوجده عالم آخر نجهله. فهمت؟ والعلم يبحث في هذه المسألة. يعني هذا الانفجار الكبير الذي يتكلم عليه العلم هو نتيجة عالم آخر. هوني عنا افتراضيتين. الافتراض الأول، فهمت؟ إن العالم هذا نتج عن عالم كان قبله اتدمر واضمحل ثم انفجر وأظهر العالم هذا. هذه معناتها افتراض علمي. ثم افتراض آخر يقول لك لا، هذا العالم نتج عن انقسام لعالم كان موجود قبله، وهذا العالم عندما انقسم في الوسط متاعه وقع انفجار وأظهر هذا العالم اللي موجود الآن. إذن هناك عوالم كثيرة متوازية، وإحنا موجودين في العالم هذا اللي إحنا موجودين فيه هو نتيجة انقسام عالم على نفسه. إذن هوني نوعين من النظريتين، يعني العلمية يعني هي افتراض ما هيش معناتها مازال الإنسان يتواصل في هذه المسألة، مسألة ما يسمى أزلية المادة. فهمت؟ هل هذا العالم هو واحد وانكمش واضمحل ثم انفجر وظهر بهذا الشكل ثم يعيد الانكماش ثم ينفجر ويظهر بشكل آخر وهكذا إلى النهاية، أو أن هناك عالم، هذا العالم انقسم كما انقسام ما يسمى الجزيء أو السليول. فهمت؟ السليول يعني ينقسم إلى قسمين، وعند انقسامه فهمت يوقع في الوسط ما يسمى انفجار فيظهر ثلاثة عوالم أخرى وإلى النهاية. إذن احنا في عالم من العوالم، أما هناك حولنا عوالم أخرى. هذه افتراضات، والافتراضات كثيرة. المهم هذه الفكرة تقول إن العالم الموجود الآن ما يسمى بالكون هو نتيجة كون آخر فنجهله، ما نعرفوش. فهمت؟ ما نعرفوش، مازلنا نبحثوا فيه ومازلنا ندرسوا فيه ومازلنا ما نعرفوش التفاصيل متاعه. هذه الفكرة الأولى، وهذه يعني الفكرة اللي يتجهها نوعا ما الماديين الذي لا يؤمنون إلا بالمادة فقط الموجودة، وإن العالم هذا معناتها أتى من مادة موجودة قبله. الفكرة الثانية هي تقول لك لا، العالم هذا نبع من عدم. وهنا معناتها عندما نتكلموا على العدم ليس بمفهوم العدم إنه لا شيء، وإنما بمفهوم العدم إنه معناتها بالنسبة للمادة. يعني العدم هو شيء مجهول ما نعرفوش، هو نوع آخر من الوجود
بعيد كل البعد على الوجود اللي موجود الآن. يعني نعتبر كل ما هو موجود في العالم المادي هو كان ممكن الوجود في عالم العدم، يعني كان افتراض الوجود في عالم العدم، وهذا العدم هو الذي أظهر هذه المادة، أظهرها نتيجة تفاعلات يمكن نجهلها. وهنا نفس الشيء، نعود لنفس الفكرة، أن هذا الأصل نجهله، سواء الذي يؤمنون بأزلية المادة، يعني يجهلون المادة التي كانت قبل هذه المادة، وسواء الذي يتكلم عن العدم يجهل نوعية وجود العدم وكيف وجوده. حتى العلم هنا بدأ يقترب من هذا الفكر، وبدأ يعتبر يعني ما يسمى بالعدم هو نوع من الوجود، وحتى تكلم على ما يسمى ضد المادة. يعني هناك المادة وهناك ضد المادة، التي هي كالمادة ولكن ليس لها وجود فعلي كالمادة الموجودة الآن. وهذا الفكر الثاني، يعني الذي يؤمن إن العدم هو الذي أوجد الكون، لأنه في الحقيقة عدم بالنسبة لنحن كموجودين في عالم المادة، وإنما بالنسبة لذاته هو ليس عدم. وهذا العدم يعتبر مثلا ما يسمى بالديانات الطبيعية أو الديانات الشرق أقصى أو ما يسمى بالديانات الفلسفية، تتكلم عن قوة يجهلها، لا يتكلم عنها سوى الطاوية سوى البوذية، عندما يتكلم لك على قوة العدم لا يتكلم عنها ولا يصفها، يقول لك احنا ما نجموش نوصلوا لها وما نجموش نفهموها على خاطر احنا موجودين في عالم المادة، ولكن عندما نموت نعود إلى عالم العدم ونصبح، ويمكن في ذلك الوقت نفهم ما هو العدم. إذن أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل معناتها في هذه المسألة، ولكن هذوما الفكرتين هما فكرتين نجم نقولوا يعني منطقيين وعلميين، يعني نوعا ما، فهمت؟ يعني يا إما الكون هذا ظهر من مادة أخرى، يا إما هذا الكون ظهر من عدم، ليس عدم بمفهوم إنه لا شيء ومش موجود أصلا، وإنما بمفهوم إنه ليس وجود كالوجود بتاعنا الحالي. هذه الفكرة تنشوفوا مثلا ديانات الفلسفية التي تبحث في الفلسفة دائما لا تتكلم عن أصل الوجود، وإنما تحاول أن تبحث في الوجود نفسه وتسمو نحو هذا ما يسمى العدم المطلق، والذي يسمى أيضا بالصفر المطلق. يعني هنا هذه هي الفكرة، فكرة الصفر المطلق، هي معناتها عبارة عن أن الصفر هو موجود أو غير موجود. الصفر عندما نشوفه الصفر، فهمت، هو موجود بدون قيمة عددية، ولكن موجود، ما فماش حاجة يخلو منها الصفر، كل شيء فيه الصفر، فهمت، ولكن وجوده لا يؤثر في القيمة العددية. وتنعمل صفر زائد واحد يبقى واحد، نعمل صفر زائد اثنين يبقى اثنين، عندما نعمل صفر زائد صفر يبقى صفر. إذن هذه ما يسمى بالفلسفة الدينية التي تقول إن العدم هو شيء نجهله، ولكن كانت كل الأشياء اللي موجودة الآن معناتها موجودة فيه، ولكن بطريقة سلبية، كما مثلا أعداد سلبية إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، ثم عندنا الصفر، ثم عندنا واحد إيجابي اثنين إيجابي ثلاثة إيجابي، وبعد عندنا الصفر في الوسط، وعندنا واحد سلبي اثنين سلبي ثلاثة سلبي. يعني الثلاثة سلبي هذا ما يمكنش توجد في الثلاثة إيجابي إلا لما يكون موجود في السلبي، ما يسمى العدم، العدم ما قبل الصفر. وأي حاجة موجودة، يعني لو نحاول نفهم بعملية رياضية، أي عدد إيجابي موجود في السلبي، وكل عدد سلبي موجود في الإيجابي. إذن هناك ما يسمى العدم، موجود فيه الأشياء التي ممكنة الوجود، ثم تنتقل إلى الوجود بعملية ظهور طبيعية وتسلسل طبيعي، معناتها لا يعتبر يعني معناتها خارج على نطاق الطبيعة. إذن هذه الفكرة الثانية متاع فكرة ما يسمى
العدم أظهر الوجود أو ما يسمى بالصفر المطلق الذي من خلاله مرت الأعداد السلبية إلى الظهور الإيجابي، وهي فلسفة جدا عميقة ومعناتها تعتمد عليها البوذية والطاوية وغيرها من الفلسفات الدينية التي معناتها هي ما تؤمنش لا بالوحي لا بحد شيء، وإنما تؤمن أن الإنسان هو اللي يسمو بنفسه لفهم هذا العدم لكي عندما يموت يصبح له وجود في العدم واعي، ما يسمى بالنيرفانا. فهمت؟ لا أريد أن أدخل في التفاصيل في الفلسفة هذه. ثم عندنا الفكرة الثانية التي هي بعيدة كل البعد عن المنطق، والتي أصبح لا يقبلها لا المنطق ولا الوعي الإنساني الحاضر ولا حتى العلم، وهي أن هناك قوة غير طبيعية ما نعرفوهاش شنية. فهمتها القوة هذه هي اللي أوجدت الكون، ولكن هذه القوة هي نفس هذه معناتها اللي يؤمنوا بالإله ما يسمى بالربوبيين أو بالأديان، كلهم في نجم نقولوا في حانة واحدة، يعني الديانات حتى فما ديانات معناتها تؤمن بإله ولكن لا تعطيه الأوصاف، ثم هناك ديانات سماوية هي تعتبر أكثر الديانات نجم نقولوا احنا خرافية وبعيدة كل البعد على الواقع، كما نعلم الديانات فهمت اليهودية والمسيحية والإسلام وحتى الزردشتية وغيرها من الديانات حتى القديمة التي اضمحلت التي تؤمن بقوة يعني غير طبيعية، حتى اللي يؤمنوا بالمخلوقات الفضائية هي تدخل في هذا الإطار، يعني هناك موجود معناتها غير طبيعي هو الذي أوجد الكون وهو الذي أوجد الإنسان، أو أن هذا الكون موجود ولكن الذي أوجد الإنسان هي هذه القوة الغير طبيعية. إذن هنا ندخل في مسألة السنافر وعروس البحر والتنين الذي يبث النار وغيرها من الخرافات والقصص الصبيانية، يعني القصص الصبيانية. وذهبت الديانات السماوية في وصف هذا المخلوق الغير طبيعي إلى درجة يعني نجم نقوله احنا المسخرة، كيف معناتها شبهته بإنسان يعني سوبرمان. فهمت؟ يعني حتى فما قولة يقول لك لو بقرة تصورت الله لتصورت له قرنان، يعني قولة تقال. فالإنسان تصور هذا الإله، وخاصة الديانات الإبراهيمية التي أنا أعتبرها هي مذاهب سياسية عندها مصالح اقتصادية ومصالح سياسية من أجل استعباد الناس واستغلال الناس والسيطرة على الناس، هي التي أوجدت الفكر ما يسمى الرسالة، أن هذا المخلوق الغير طبيعي يتصل بنا ويعطينا رسائل سواء عن طريق التوراة أو عن طريق القرآن أو عن طريق كتاب من مخلوقات فضائية، هو الذي أوجدنا وإحنا لازمنا السمع والطاعة له. هذا ثلاثة أفكار موجودة فيما يخص فكرة إله. الفكرة الأولى أن المادة أزلية، الفكرة الثانية أن المادة نبعت من عدم يعتبر عدم بالنسبة للوجود ولكن هو ليس عدم، عبارة على صفر مطلق أو عالم سلبي أو ضد المادة، والفكرة الثالثة التي تقول أن هذا الكون نتج عن موجود سوبرمان خارق للعادة خلق الكون بكن فيكون. ورغم هذه معناتها الفكرة تو نحاولوا نتكلموا عليها في فيديو قادم، يعني نخصصوا لها معناتها فيديو كامل باش نفهموا الجانب الخرافي في الفكر الديانات السماوية المسيحية واليهودية والإسلام والزردشتية وغيرها من الديانات الأخرى التي تؤمن بالخالق العظيم الكبير اللي قادر على كل شيء. هذه معناتها ما يسمى بالخلق. أما بالنسبة للتسيير، التسيير زاد نفس الشيء. فهمت؟ بالنسبة للرأي الأول يقول لك إن المادة هي اللي تنظم نفسها، يعني المادة في سيرها تخلق قوانين وهذه القوانين تسير عليها وهذه القوانين تتبدل على حسب ظروف المادة، وكل مادة تلتزم بقوانين معناتها تحكمها وتحكم المادة الأخرى. يعني في الحقيقة هي فكرة الرب، ما يسمى بفكرة الرب، يعني التسيير هو تأثير المادة على المادة،
يعني مثلا عندما يوقع مثلا فيضانات نتيجة مثلا مياه تراكمت في بلاصة ولا أمطار غزيرة هي اللي أدت إلى الفيضانات، وكل الأشياء اللي توقع في الكون هي لا يسيرها أحد وإنما تسيرها المادة في نفسها وفي داخلها، وهي قوانين نجم نفهموها ونجم نصلحوها ونجم نتفاداو عدة مشاكل متاعها، وهذا ما يسمى بالفكر العلمي المادي الذي يؤمن بالمادة، الذي يؤمن بأن المادة أزلية وأن القوانين التي تحكم المادة هي نفس المادة هي الذي أوجدتها بتأثير المادة على المادة. مثلا أنا نحب ندخل في حيط نتضرب ويوجعني رأسي على خاطر مادة غليظة، بينما عندما نجي نهبط في الماء النجم نعوم على خاطر الماء عنده طبيعة سائلة، وهكذا. يعني هذا ما يسمى بالعلم التجريبي الذي يخضع للتجربة، وهو الفكر الإلحادي المادي. الفكرة الثانية تقول إن هذه القوانين موجودة داخل الأشياء، يعني كل شيء عنده قانون من العدم، انتقل من العالم العدمي السلبي إلى العالم الإيجابي وتفاعل وأوجد معناتها الأشياء التي عليها الآن. إذن فهذا العدم هو يعتبر كالشرايين موجودة في الوجود، صحيح فما مادة ولكن هذه المادة محكومة بقاعدة نجهلها وقوة نجهلها التي هي القوة العدمية. هنا يعني بصفة عامة يعني معناتها باش تفهموا الفكرة، ان الفرق من بين الفكرة الاولى اللي تقول لك القوانين هذه هي المادة التي اوجدتها، بينما الفكرة الثانية تقول لك القوانين هذه موجودة داخل الأشياء وظهرت. وباش نزيد نفسر لكم أكثر المسألة هذه يعني باش تفهموها مليح، هي مسألة ما يسمى بالوعي، لا كونسيونس، الوعي. هنا فما خلاف من بين ما يسمى بالديانات الفلسفية والعلم الحديث. العلم الحديث يقول إن الوعي نتج عن المادة، يعني المادة وجدت ونتيجة المادة ظهر الوعي، بينما الديانات الفلسفية تقول لك الوعي كان موجود في العدم، وعندما انتقل إلى الوجود المادي، عندما انتقل إلى الوجود المادي أخذ معناتها بقى في داخل الأشياء المادية. باش نزيد نفسر لكم المسألة أكثر نعرفها معقدة، هي مسألة ما يسمى بالظل. الظل يعني يقول لك مثلا عندما عندي حاجة هكاية مثلا ستيلو ولا شجرة ولا أي حاجة، عندما تكون عندي موجود ستيلو ونوجه عليه ضوء معين عندنا الظل، فالظل هذا موجود نتيجة هذا القلم. يعني لو القلم هذا أو يعني الشيء المادي يفنى وينتهي الظل ما عادش عندنا، بينما الفكر الآخر يقول لك هذاك الظل هو تعبير على ما في داخل القلم، يعني صحيح ما عادش تشوفه لكن الظل هذاك يبقى موجود. وهذه مسألة الخلاف اللي موجود، هل الوعي نتج فهمت ظهر بعد ظهور المادة، أم الوعي موجود قبل المادة وعندما ظهرت المادة ظهر في داخلها الوعي. يعني هذا هو الخلاف معناتها الموجود من بين ما يسمى بالفكر المادي 100% وما يسمى بالفلسفة الدينية كما البوذية الذي تبحث في العدم، تبحث في العدم هذا، يعني تحاول باش تفهم العدم ما يسمى بالوعي، لأن تعتبر الإنسان عندما يموت الوعي متاعه يبقى، بينما الأخرى تقول لك وقتها الإنسان يموت الوعي متاعه ينتهي. وهذا هو الخلاف، بل يتفق في من ناحية من نواحي أن التفكير المادي 100% يقول لك هو الإنسان عندما يموت صحيح يضمحل 100%، ولكن لو أنجب ولد فهو نقل فهمت ما يسمى خلوده في الولد متاعه. يعني هذه هي الفكرة، يعني الخلود يكون بالولادة أو بالفعل، يعني أنت كي تعمل حاجة مهمة وإلا كي تنجب أولاد في الحقيقة أنت تورث الوجود متاعك الأزلي، مادام أنا موجود الآن يعني هناك من ورثني الوجود، لو أنا مش موجود راه فما حتى حد ورثني. إذا مادام أنا موجود الآن هناك من ورثني الوجود، وعندما يكون عندي ولد بعدي فهمت أنا نورث وجود، يعني النص أصبح موجود في الولد متاعي،
وهكذا إلى نهاية، يعني ما يسمى يعتبر معناتها العلم المادي إنها الموت، معناتها هي حاجة باهية. علاش؟ على خاطر نتطور، كان جينا ما نموتوش راهو احنا ما وصلناش إلى هذه الدرجة من الوعي، وما وصلناش إلى هذه الدرجة من المعرفة. هذه الفكرة الثانية. أما الفكرة الثالثة تتكلم على ما يسمى بالمخلوق الخرافي، السوبرمان القوي، هو الذي أوجد الأشياء، أوجدها ووضع قوانين، وهو يسير هذا الكون. وهنا يدخل، هل التسيير مباشر، يعني هو الذي مشرف على التسيير، أو غير مباشر، يعني عن طريق معناتها مخلوقات أخرى هو خلقها باش يسير هذا الكون كالملائكة وغيرها، أو إن التسيير وقت خلق الكون خلق التسيير فيه، فهمت؟ وهذه كلها تدخل ما يسمى بالفكر الربوبي والفكر الديني، فهمت؟ بصفة عامة بالنسبة للفكر الديني السماوي يقول لك إن هذه القوة الخارقة هي التي خلقت الكون، وهي التي خلقت القوانين، وهي اللي خلقت كل شيء، وهي اللي تسير عن طريق سواء الملائكة متاعها أو بالتسيير متاعها المباشر، لأنها موجودة في كل مكان. وهنا ندخل في الفلسفات، هل الله في كل مكان أو الله جالس على العرش؟ وهنا كل هذه خرافات لأطفال صغار ولأشخاص معناتها ما عندهمش وعي علمي حديث، يعني مازالوا عايشين نجم نقولوا الطفولة الإنسانية، وأشخاص يعني ما يفكروش بمخاخهم، وإنما يتولدوا ويحكيوا لهم على الغول، ويحكيوا لهم على العفاريت، ويحكيوا لهم على الجن، ويصدقوا هذيك الأشياء. وأنا أمثل هذه معناتها المسألة كالطفل الذي يصبح عمره 50 سنة أو 60 سنة ومازال خايف من الغول، ومازال خايف من العفاريت. يعني نفس الشيء، الإنسان الذي يؤمن اليوم بدين سماوي هو إنسان مازال في العقل متاعه طفل، ومازال ما يعرفش يميز من بين الحكايات الطفولية ولا بابا نوال ولا كل هذه الخرافات الموجودة، ومن بين الواقع والعلم. إذا لو نشوفوا احنا توا معناتها خلاصة هذه الفيديو، المرة هذه طولت في الفيديو معناتها في الحقيقة لا أستطيع أن أتكلم في ربع ساعة في موضوع مثل هذا. معناتها اللي حبيت نقوله أن الفكرتين المهمين هي خلود المادة، و يعني الفكرة الأولى هي المادية 100%، إن المادة أزلية، وإن القوانين نبعت من المادة. ومن بين الفكرة الثانية اللي يقول لك العدم هو نوع آخر من الوجود يختلف عن الوجود، وهو فيه هذه القوانين التي تظهر من خلال المادة. أما الفكر الثالث الذي هو يؤمن بقوة خارقة للعادة الذي يطلق عليها الله وغيرها، فهذه ديانات صبيانية وديانات نجم نقوله خرافية، ليس لها أي أساس منطقي ولا أي أساس علمي، وبعيدة كل البعد على الواقع، بعيدة كل البعد على الواقع وعلى الحقيقة اللي احنا نعيشها الآن. إذا أنا باش نواصل في الفيديوهات هذه، وسامحوني على التطويل، باش نحاول يعني نحكي على كيف إن هذا الإله السماوي الذي يرسل في الرسل بتاعه إنها كلها خرافات ليس لها أساس من الصحة، وبالتحليل المنطقي يبين اللي هذه فكرة ليس لها أي أساس من الصحة، وأنها مجرد خرافات صبيانية من أجل استعباد الناس والسيطرة عليهم وتخويفهم من الموت الذي هو يجب أن لا نخاف منه، لأنه يجعلنا نتطور ويجعلنا نمشي نحو القدام، رغم أن العلم يمكن في يوم من الأيام يسيطر على الموت، يسيطر على كل الأمراض، ونوصلوا للأزلية وما عادش نموتوا. هذا موضوع آخر، أما من ناحية العلمية ممكن. المهم شكرا على المتابعة، ونواصلوا في الفيديو القادم باش نتكلموا حول الإله السوبرمان، الإله الخرافي، إله الأديان السماوية. ثم كان سمحت الظروف نعاود نفصل لكم أكثر فكرة ما يسمى بالعدم، وأن العالم ظهر من العدم، معناتها ظهور طبيعي، وفكرة أزلية المادة،
ونحاولوا نفهموا هذه الأمور. وطبعا أنتم تنجموا تبحثوا في الأنترنت وتشوفوا هذه الأفكار وتفكروا وحدكم باش تفهموا وتلقوا حاجة تناسب مستوى وعيكم ومستوى إنسانيتكم توا، باش تعرفوا اللي راهو الديانة السماوية ما هي إلا خرافات متوارثة. وشكرا، ومع فيديو قادم وبسلام.